كان حاجة شغل صعبة. جامد قوي. طيب قبل ما نختم بس، خلينا نشوف امبارح كان معانا زميلنا مهيب عبد الهادي، وكان بيتكلم على ان المؤمن هو اللي بيصور، وعصام اللي بيحرق. ادي اللقطة مصورها لنا يعني من كاميرا اخرى، من زاوية اخرى، وده لقاء مع مهندس ايهاب لهيطة على الهواء مباشرة، وكان كابتن مؤمن زكريا هو المصور، وعصام الحضري هو اللي بيعمل التوجيهات يعني الملقب الإخراجية، اخراج يعني لا الملقب إخراج، يعني اخراج خد وماسك، الزاوية لا وماسك إزاي. ساندوتش يعني أدي ومظبط أهي حاله اللقطة. يعني بص، دايما الفوز بيخلي بياكل روح جميلة والناس طبعا. مبسوطة. عصام بياكل وهو برضه بيخرج في مخرج الموضوع. متمكن يا جدع. كل التحية والتقدير للاعيبتنا الجمال، لعيبة منتخب مصر، وبنشكرهم على الأداء أو على النتيجة، وبنشكر طبعا زميلنا مهيب عبد الهادي من المكوك بصراحة اللي عمل امبارح وطول الأسبوع اللي فات لقاءات حصرية بالنسبة لنا في الملاعب. اليوم بكرة إن شاء الله أول يوم رمضان، استنونا بكرة والملاعب اليوم من منذ التاسعة مساء إن شاء الله حتى الواحدة، كل يوم إن شاء الله بإذن الله نكون متواجدين معاكم، إن كان في ملاعب اليوم أو هيبقى مباراة الدوري المصري بإذن الله. بشكركم شكرا جزيلا. نشكر زميلنا أحمد أبو طالب رئيس تحريرنا النهاردة، أيمن الدهشوري، محمد صلاح، وليد سلامة، أحمد جاد، أحمد سعد، وليد رجب صوت، ومحمود حسن طبعا تنسيق، وغطاطي في الإنتاج هو عمرو حماد. وبشكركم شكرا جزيلا مخرجنا الجميل ياسر عاصم، ومدير برامجنا مهيب عبد الهادي. شكرا جزيلا، وكل سنة وأنتم طيبين، ودايما خليكم مع الحياة رقم واحد في مصر. السلام عليكم. كابتن حازم بشكرك مرة تانية، لكن عايز أشكر مدير التصوير الفقرة ديت، فقرة مهمة مع المهندس إيهاب لهيطة. مدير التصوير هو مؤمن زكريا، والمخرج هو عصام الحضري. طبعا أنا مش عارف أجيبهم دلوقتي لأن هم خلف الكاميرا، لكن اللي بيصور حاليا على الهواء دلوقتي هو مؤمن زكريا. صورتها شمس، هتتبعت لك حالا كابتن حازم طبعا بإشراف المخرج الكبير عصام الحضري، هيقول له تعالى شوية كده. شاهد ولا مش شاهد؟ فعلا عشان بس بجد الواحد يعني شاهد المؤمن زكريا هو بيصور، والكابتن عصام هو المخرج. وشمس تعالى تعالى شمس، تعالى شمس، تعالى اقف هنا، تعالى بس تعالى. ده محمد شمس مدير التصوير يا جماعه، عشان ما بنكذبش. ومؤمن هو اللي بيصور، مؤمن زكريا هو اللي بيصور.